أما في دمشق فقتل شخصان وأصيب 13 آخرون إثر سقوط قذائف على مناطق سكنية في دمشق بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا. من جهة أخرى قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طالبين قتلا وأصيب 14 آخرون معظمهم من الطلبة الجامعيين جراء سقوط قذيفتي هاون على كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في منطقة البرامكة وسط دمشق.